عموما هذه الكرة لكايو على التنفيذ. ركلة الجزاء هل يسجلها الشارجة؟ هل يتقدم الشارجة؟ هل يتقدم الملك؟ كايو على التنفيذ يتقدم لركلة الجزاء. هل يسجل الملك؟ كايو في مواجهة إبراهيم عيسى، يسجل الملك الشرجاوي هدف التقدم. هدف التقدم أخيرا، الملك يبدأ الامتلاك في هذه المباراة، يمتلك هدف المباراة الأول عن طريق كايو، يسجل هدف التقدم من علامة الجزاء واحتفالية كايو بهذه الطريقة. أخيرا انحلت العقدة، انحلت العقدة، والملك الشرجاوي يسجل هدف من علامة الجزاء، يسعد جماهيره، يسعد جماهيره، وبالتالي طال الانتظار لهذا الهدف من جماهير الملك الشرجاوي بعد خطأ كبير من محمد أحمد. تقدم كايو، نفذ ركلة الجزاء، وضع إبراهيم عيسى في جهة وقال له كفى تألقا يا إبراهيم عيسى، كفى كفى ما فعلته في شوط المباراة الأول. هذه المرة يسجل كايو ويتقدم لفريق نادي الشارجة، يتقدم للملك الشرجاوي في مباراة عانى فيها الملك كثيرا في شوط المباراة الأول، عانى فيها الملك للوصول إلى مرمى البطايح، تكللت الأمور بالنجاح، سجلوا في مرمى إبراهيم عيسى وعادت الآن مرتدة، كرة في غاية الخطورة، فرصة جول، فراس بالعربي، أوهوهو، هدف ثاني، فراس، فراس بالعربي يسجل الهدف الثاني بعد لحظات، بعد لحظات. محمد أحمد، ما الذي يفعل في هذه المباراة؟ أخطأ في ركلة الجزاء ويهدي كرة مرة أخرى لفريق نادي الشارجة ليسجل فراس الهدف الثاني للملك الشرجاوي. فراس بالعربي يسجل الآن في هذه اللحظات ويحتفل كذلك بنفس طريقة كايو، بنفس طريقة كايو في اللقطة الماضية، وبالتالي 3 أهداف لفراس بالعربي في هذا الموسم وهدف ثاني لصالح فريق نادي الشارجة. شوف الخطأ الكبير من محمد أحمد، ما الذي فعل محمد أحمد في 5 دقائق، في 3 دقائق تقريبا في شوط المباراة الثاني؟ ارتكب طبعا خطأ داخل منطقة الجزاء، احتسبت ركلة الجزاء وبعد ذلك تمريرة وكأنه أهداها لفريق نادي الشارجة، قال لهم سجلوا.